رئيس المجلس السياسي الأعلى يستقبل رئيس مجلس القضاء ورئيس المحكمة العليا ويهنئ رئيس المؤتمر الشعبي العام بالذكرى 34 لتأسيس المؤتمر. مجلس القائمين بأعمال الوزراء يناقش مصفوفة الإجراءات التنفيذية لمعالجة أزمة تراجع الإرادة العامة وترشيد النفقات. وفيما الإعلام الحربي يوزع مشاهد لعمليات اقتحام موقع خلة القناصين المطل مباشرة على مدينة نجران، تطهير عدة مواقع من مرتزقة العدوان في كل من الجوف وتعز. شهداء وجرحى في غارات هستيرية لطيران العدوان على عدد من المحافظات، والعدوان يدمر مسجد جبل النبي شعيب الأثري بمديرية بني مطار بصنعاء. دخول دبابات تركية أراضي سوريا لمحاربة داعش، والحكومة السورية تدعو للتنسيق.